السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وبأفضل الأحوال. اليوم غندير معكم عمل يدوي جديد خاص بشهر رمضان. غنبداو على بركة الله. غنحتاج ورقة، غنحسبو 15 سنتيم. على 15 على طول الورقة. هنا غنحسبو 15 سنتيم. من بعد غنقطعو هاد لابارتي، هادي غنقطعو هاد لابارتي، وهنا غنحسبو 15 10 10 سنتيم. شوف واش بقات لنا 10. صراحة ما كافياش هنا 10، كاينة هي 8. دونك غنهز ورقة وحدة أخرى، غنحسب 10 سنتيم، 10 10 كندير هكا باش يجي كلشي فيه 10 10، باش الا سطرت ما يجيش داكشي معوج. عشرة، وغنحتاجو خمسة، 5 سنتيم. نطلع هي 5، خمسة، خمسة، خمسة. هنا فيه 10 سنتيم، هنا فيه 5، وهذا فيه 15. غنقطعو هاد ثلاثة الأطراف وغنكمل معكم الفيديو. فاش قطعنا الورق، كاين هاد الطرف الأول قلنا 15 سنتيم، وهذا فيه 10، وهذا فيه 5. المرحلة الثانية هي غنبداو نطويو. غنطوي هاد الورق كلهم بهاد الطريقة هادي، غنطوي هادي وهادي وهادي ونتلاقاو. كي تتشوفو هنا صافي ساليت المرحلة ديال الطي ديال ثلاثة ديال الأجزاء. هذا غنديرو الفوق هو الغطا، هذا لتحت، وهذا الوسط. دابا غنبداو نلصقو، غنلصقو هاد الجناب بحال هكا، حتى كنلصقو الجناب عاد كنلصقو الوسط لتحت. لا
كنساليو التلصاق خليوه حتى ينشف، ونفس الطريقه عفوا نفس الطريقه غنديروها هذوك الاطراف الثلاثه. غنتبعو نفس الطريقه، غنلصقو من الجناب والفوق ونخليو لتحت. نسالي التلصاق ونرجع معكم. فاش سالينا التلصاق كيف قلت لكم كنلصقو هاد الجزء هذا والطرف، وكنخليو هذا محلول هاكم، كنديروهم ثلاثه الاجزاء، كنستعملو نفس الطريقه. من بعد غنهزو لقطة تاع القنينات ماء، غنطرسيو ثلاثة منهم، ثلاثة نقطعوهم ونرجعو. نقطع هذه جات كبيره بزاف، هذه نقص منها خصها تكون قدها، ما تكونش خارجه فاش نحطها، ما تكونش خارجه بزاف. راه نقصت منها، قطعت منها باش تجي هي هذيك، ما تكونش خارجه بزاف الدائره. تشوفوا هذا مرحلة في داخل، هذا غنلصقو الفوق غنحتاجو دائرة عفوا بحال هكا، وغنهزوها غنلصقوها في هاد البلاصة هادي لداخل، غنلصقوها هنا. غنحتاجوها علاش؟ باش تعاوننا إلا بغينا نلصقو هذا في هذا، عليها غنلصقوها هنا. سنوات نشف تلصق، سنوات تلصق. ولا فاش كتلصق صافي لصقناها، غنهزوها ونحطوها فوق هاد الفانوس، نلصقوها مزيان نديرو لها لاكول. دابا غتلصق حيتاش هاد الجهة غتلصق مع الجهة الاخرى. هي فاش صافي لصقنا هذا، دابا غيسهال علينا نلصقوه فوق الفانوس، غنديروا ليه لاكول غنلصق، غيكون الشكل ديالو النهائي بحال هكا.
صراحة كنت ناوية هذا هو اللي غنحط الفوق، كنت هذا الصغير هو اللي غنحط لتحت، ولكن جاني هكا احسن، جاني هذا الصغير احسن يكون الفوق. هذا هو الفانوس بطريقة الطيب التي نلصق نسالي ونرجع معكم. كي تشوفوا هنا صافي لصقت هذا الجزء ولصقت هذا حتى هو لصق. اشنو زدت هذا كنهزو وطريفت الورقه بحال هكا وكنلصقوه على جوج بحال هكا، نلصقوه ونديروه هنايا ومن بعد نزيد طريف هكا ونغطي به هاد باش ميبانش هذاك الديفو ديال هذاك اللي لصقنا دابا. نلصقو مزيان هذا هو الفانوس بطريقة الطي اللي ممكن وليدات يديروه، وليدات ديال لاكروند لا مويان لاكروند ممكن يديروه. كنتمنى ينال هذا الفيديو وهاد الطريقة الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك إلا عجبكم الفيديو، ديسلايك إلا ما عجبكمش، والتعليقات ديالكم سواء كانت إيجابية ولا سلبية مرحبا بها، والاقتراحات ديالكم فيما يخص القناة. نخليكم مع فيديو آخر إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.